السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. في فيديو اليوم لحبين كيفية فتح دل كور اي 5 من الجيل العاشر. الموديل مالته حيكون في عنوان الفيديو لان تي ال فد ارقام معينة جابوا لي اياها. المشكلة مالتها كانت في المروحة تحمي المروحة. فخلينا ابين كيفية فتح اللابتوب حتى تكون في علم كيف تفتح اللابتوب وتقدر تبدل مثلا عندك بطارية او مروحة او تحدث رام او تبدل هارد. كل هذني بمجرد انه تفتح اللابتوب. فقبل ما ابدي عمليه فتح لا تنسى من الاشتراك بالقناه اذا لم تكن مشترك وفعل جرس التنبيهات حتى تكون بالفيديوهات الجديده. خليني ابلش عمليه فتح هذا اللابتوب. تلاحظ هذا هو اللابتوب، هذا الوجه مالته وهذا الشكل. تلاحظ هنا كور اي 5 الجيل العاشر نيفيديا، فهذا هو ال اتش بي. نجي هنا عملية الفتح جدا بسيطة. أول شيء عندك تلاحظ هذني موجودات هنا خط وهنا خط، تشلحن هنا ملزقات باستخدام الصمغ وتفتح البراغي. بعد عملية فتح البراغي راح تحتاج إنه بطاقة مثلا فيزا كارد أو ماستر كارد أو كي كارد أو أي بطاقة رقمية، فتفتحها من هنا تدخل بطاقة وينفتح عندك هذا. بس مجرد فتحة واحدة أنا فاتحة طبعا أكيد، نطلع الدي في دي وتسحبه بالأعلى على كيفك. هاي سحبته، هذا هو الشكل. هنا البطاريات الأيون ليثيوم، الهارد، الرام هنا قطعة واحدة، تقدر تحط قطعة ثانية إضافة إلى هنا، وهاي المروحة. المشكلة أنا كان عندي بالمروحة ففتحت المروحة. تلاحظ هنا عملية فتحها جدا بسيطة، برغي واحد فقط، فجبت مروحة وترجع. تلاحظ هنا اكو بوكانات خاصة للتثبيت، تجي تثبتها. تلاحظ هنا ثبتتها، وهذا عندك هنا الكيبل الخاص بيها. خلي شدي كيبل اسهل لي بعدين اربطها هنا، ثبتت هنا البن. شو احتاج هنا؟ احتاج فقط اشد البرغي واقبق اللابتوب. هذا البرغي الخاص بي منه الصغير جدا. تمام، هسه بينا اذا اي قطعة تحتاج انه تبدلها. فهذه عملية الفتح، عملية الاغلاق جدا بسيطة، ترجع تركبها. الدي في دي